اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على CBC سفرة، معاكم على الهوا ان شاء الله، معاكم من 4 ل5 ان شاء الله. احنا النهارده عندنا حلقه من الحلقات اللطيفه جدا اللي انا بحبها شخصيا، الحلقه اللي هي بيبقى فيها 2-3 ingredients او الوصفه بتتعمل ب 2 مكون 3 مكون 4 مكون بالكتير، ما بنحسبش طبعا دايما الملح والفلفل الزيت السكر الحاجات دي. الفكره من الحلقات اللي انا بعملها بمكونات قليله دي، رقم واحد ان في ناس بتحب يعني تعمل من اللي موجود في البيت، تفتح الدولاب وتعمل. في ناس بتحب انها حتى لو هتنزل السوبر ماركت ما يبقاش معاها لسته قد كده وتجيب مليون الف حاجه عشان تعمل صنف. الحلقات دي دايما بتبقى ماشيه قوي مع الاطفال، ودايما احنا لما بنقول حلقه اطفال، طالما مش اطفال حديثي ولاده يبقى اللي هياكلوا الاطفال ويستمتعوا بيه بالتاكيد الكبار هياكلوه ويستمتعوا بيه، واللي مفيد ليهم بالتاكيد مفيد للكبار، بس دايما بحب اوضح انها حاجه مفيده للاطفال او معموله بطريقه معينه تحبب الأطفال في الأكل، لأن هو ده الأهم وهو ده اللي بنحتاس فيه دايما. أول حاجة عندي البودنج الليمون، عندي البودنج الليمون، ليمون عصير ليمون، كريمة لباني وشوية سكر. خلص الموضوع ده، عشان انا بحب البودنجز والحاجات دي ما تكونش ناشفه قوي وبتتقطع بالمعلقه. طب انا عايزاها اتقل شويه يا اميره، حطي معلقه صغيره من النشا على المقدار اللي احنا هنعمله، سهله وبسيطه. هحط اول حاجه هنا الكريمه، متعودين انتوا على الخطوه اللي انتوا سمعتوا صوتها دلوقتي دي، ان احنا عندنا دايما الحله سخنه تنزل عليها الكريمه او الميه او الشوربه او اي حاجه بنعملها تسخن في ساعتها، عشان ايه؟ نقصر الوقت، لانه دايما برضو انتم متعودين معانا في البرنامج هنا انه احنا بنشتغل بشكل اسرع شويه للستات اللي ملهاش خلق تقف في المطبخ، او اللي عندها اطفال ومحتاسه بيهم بتشتغل وما عندهاش وقت. يعني احنا دايما الهدف هنا السرعه، ان احنا نخلص بسرعه. الكريمه زي ما انتم شايفين كده اهي تقلت اهي، والسكر معاها، عصير الليمون معاهم. اللي حابب ان هو يحط نشا مش هقوله لا خالص، عشان ازود الطعم شويه هحط بشر ليمونه. بنفس الطريقه احط بدل الليمون وبشر الليمون بشر برتقان وعصير برتقان. بنفس الطريقه اعمل الشوكولاته، اعمل شويه كراميل بنفس الطريقه اهو. الفكره هنا من البودنج ده انه لما هيخش التلاجة هيمسك نفسه. احنا عايزين بقى يبقى اتقل واتقل، بصوا هو اوريدي بيتقل اهو مع النار، عايزينه اتقل واتقل، وعايزين نحط شويه نشا براحتكم خالص. هاخد بقى غلوه واحده كمان، احس كده ان الكريمه تقلت اكتر تحت ايدي، ويبقى الوصفه دي جاهزه. الوصفه اللي بعدها وصفه لطيفه جدا، اللي هي احنا بنسميها البارات بتاعه الطاقه او الانرجي بارز. دي بنجيبها من عند السوبر ماركت، وبتبقى حاجات بتدي نشاط للجسم كده طول اليوم، بيبقى فيها سكريات وما الى ذلك. احنا هنعملها في البيت، وهنعملها من غير سكر، وهنعملها بمكونات احنا ضامنينها وعارفين فايدتها ايه، فهتبقى لطيفه جدا. وهنستخدم كمان فيها بواقي كل الحاجات بتاعه رمضان اللي احنا مش عارفين نوديها فين، بنجيب كميه وبعد رمضان تقريبا كلنا ما بنرجعش نستخدمها بنفس الكميه بتاعه وقت رمضان، هنشغلها النهارده كده في حاجه تانية. اشوف بس القوام، تمام. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان ده اول ما يخش التلاجة هيمسك نفسه عن كده بكتير. طيب حالتين ممكن تتقلوا بيهم البودنج ده، تستنوا لما يبرد تماما وتضربوا شوية كريم شانتيه وتاخدوه معاه، فيبقى القوام كده لطيف جدا والطعم لطيف، او معلقة النشا زي ما اتفقنا مع بعض. ده هسيبه لحد ما يهدى وبعدين نبتدي نغرفه. نطفي الحرارة هنا، وبعدين ناخد بقى عندنا الانرجي بارز او البارات بتاعه الطاقه. انا مختاره شويه حاجات، ده اختياري الشخصي او اللي موجود عندي. احنا عندنا حاجه تانية مفيش مشكله. انا عندي هنا ايه؟ عندي زبيب اسود اللي هو ده، وعندي تين مجفف، عندي مشمش مجفف، وعندي قراصيه مجففه اهم. تمام، ادي الحاجات اللي عندي اهم، ادي الحاجات اللي عندي من الحاجات دي. شيلوا وحطوا زي ما انتوا عايزين. عندي شويه بندق، احنا عندنا فول سوداني اوكي، لوز ماشي، عين جمل تمام، برضو المكسرات اللي انتوا عايزينها. ده الاساس. عايزين نحط شويه عسل ابيض، طيب عسل اسود اوكي، شويه سكر لو احنا هنا مش كفايه السكر بالنسبه لنا ماشي، هنحط معلقتين من اللبن المكثف المحلى اوكي ماشي. انا مش هحط حاجه خالص دلوقتي لحد ما نشوف القوام هيطلع ايه معانا. ان احتاجنا هنحط في الكبه حطينا المشمش المجفف، القراصيه المجففه، التين المجفف والزبيب، ونزلنا عليهم البندق، والبندق ده محمص عشان يديني طعم احلى. نضرب بقى ونسيبه شويه. تمام اهو، بدأ اهو يمسك في نفسه، فهضربه شوية كمان. بصوا كل ما بيتضرب كل ما بيبتدي اهو يمسك في نفسه، عشان ما احتاجلوش حاجه امسكه بيها، عشان ما ادخلش اي سكريات صناعيه اهو. ضربه كمان وخلاص. طبعا اذا حطينا له عسل ابيض او عسل اسود او معلقه من اللبن المكثف المحلى، كل ده هيديني طبعا فايده، وهيديني طعم، هيديني سكر اكتر، طعم مسكر اكتر، وهيديني انه يمسك في بعضه اسهل واحسن. يعني لو انتوا عايزين تزودوا زودوا، بس احنا زي ما بقول لكم كده عايزين نعمله بابسط طريقه اهو. ناخده في ايدينا كده، بصوا على طول اهو. عايزين نحط له شويه سمسم ماشي، نغير المكسرات ما تبقاش بندق بس، نحط معاه شويه بندق تانيين، نحط معاه شويه شوفان، نحط معاه شويه جنين القمح، بذر الكتان، نحط معاهم شويه قرفه، نحط معاهم شويه فانيليا. يعني كل دي افكار، قلت لكم شوفان، وممكن كمان كان في دماغي حاجه اقولها. يعني الافكار كتيره وممتده، ان احنا نعمل قرفه طبعا، ممكن نعمل افكار كتيره. معانا اسئله يا رضوى ولا يلا هنطلع فاصل؟ طب ماشي، هرد على الاسئله كلها بعد الفاصل ان شاء الله، واكون خلصت دول وغسلت ايدي. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا ايه بقى؟ احنا عملنا هي كرات بقى الانرجي، مش انرجي بارز. احنا حطينا الفواكه المجففه في الكبه، حطينا المشمش والقراصيه والتين، وحطينا معاهم زبيب، وحطينا معاهم بندق، ضربناهم لحد ما قدرنا ان احنا نمسكهم في بعض. واتفقنا ان احنا ممكن نغير اي مكونات احنا عايزينها، وممكن ندخل الشوفان وبذر الكتان وجنين القمح، ونحط شويه قرفه، ونحط شويه فانيليا، واتفقنا ان احنا كمان ممكن نحط شويه عسل ابيض، نحط اللي هو البذور بتاعه القرع اللي هي بتاعه اللب الابيض دي، اسمها ايه؟ السان فلاورز سيدز دي، ماشي مش عارفه اسمها ايه. المهم نحط كل الكلام ده مع بعضه وكل ده بيدي فايده ولطيف جدا. بقى ناخد من الكرات دي او نعملهم على شكل بارز وناخدهم معانا الشغل لما نجوع، حاجه تدينا طاقه، نحطهم للولاد في التمرين او في المدرسه او في الجامعه معاهم برضو يديهم طاقه. افكار لطيفه جدا. بعد كده عملنا البودنج بتاع الليمون واتفقنا ان احنا عملناه بالكريمه بس، ممكن نسيبه يهدى وبعدين حطينا الكريمه على النار وحطينا معاها السكر وعصير الليمون وبشر الليمون، وممكن لما تهدى خالص نديهم شويه كريم شانتيه كده فيبقى عامل زي الموس شويه. واتفقنا برضو ان احنا ممكن نديله معلقه من النشا عشان قوامه يبقى ماسك اكتر زي ما انتوا عايزين. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض نوع من انواع الماكرون او البسكوت لطيف جدا بجوز الهند. عندي لبن مكثف محلى، عندي جوز هند، وعندي فانيليا. اللي هنعمله بمنتهى البساطه ان احنا هنجيب جوز الهند نحط عليه اللبن المكثف المحلى كده اهو. اتاكد بس ان انا خلطته كويس جدا، ده اهم حاجه عندي. وبعدين انزل عليه الفانيليا. تقريبا المكونات قد بعض، يعني تقريبا اللبن المكثف المحلى قد جوز الهند. طيب انا ممكن اقلل اللبن المكثف المحلى شويه في الوصفه واعملها نفس فكره الكرات بتاعه الطاقه اللي احنا عملناها، يعني احط اقل شويه وامسكهم ببعض واكوره ويبقى عندي كرات على طول وما ادخلهاش الفرن. ممكن جدا جدا. واديها شويه الفانيليا برضو. مش عايزين نعملها كده وعايزين نعملها على انها بسكوت هيخش الفرن، هنعملها الاتنين هيطلعوا حلوين والاتنين هيطلعوا صح. لو احنا عملناها من غير ما تخش الفرن يبقى احنا هندخلها التلاجة، لو احنا عملناها زي ما احنا عملناها دلوقتي كده يبقى هندخلها الفرن ونطلعها بعد ما تاخد اللون وتمسك بعضها شويه. ناخد بالنا بس من المسافات عشان انا عايزاها ما تلزقش في بعضها. بس كده خلاص. عايزين تحطوا لها شويه مكسرات على الوش، ما تقولش لا. يعني ممكن انا مثلا عندي هنا شويه فستق، ممكن رشه كده، بندق، اسمه ايه ده، فول سوداني، يعني اي حاجه او من غير حاجه خالص. يعني هي الوصفه اصلا من غير حاجه بصراحه اهو كده. تعالوا بقى ندخلها الفرن واحده كده اعلى درجه حراره في الفرن والشوايه شغاله. عايزه ده يلم كده وياخد لون بسرعه اهو اهو. دخلنا احنا كده البسكوتات اللي احنا عملناها دي. وممكن نقلل كمان كميه اللبن المكثف المحلى شويه، هتلاقوها ماسكه نفسها اكتر كده والجوز الهند طالع على وشها لو قللناه شويه كده. تمام. تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة. عندنا سؤال جايلنا على الفيسبوك عن حفظ الخضروات اللي هي الأعشاب، يعني اللي هي الخضروات اللي هي الشبت اللي هي دي خضروات العطرية، اللي هي الشبت، البقدونس، الكزبرة، الجرجير، الزعتر، روزميري، ريحان. كل الحاجات دي اللي احنا بنبقى حاطينها في الجنينة هنا بجيبها وبعدين بعمل برشها بشوية مية من الحنفية او مية ساقعة، وبعدين بجيب مناديل وهي بقى مبلولة الأعشاب دي، بقوم لفاها بالمناديل دي. فالمناديل طبعا بتبقى مبلولة، وبحطها في علب محكمة الغلق وادخلها التلاجة. كل يومين قبل ما المنديل يكون نشف بغيره بمنديل تاني مبلول، او برص الخضار وبعدين احط عليه مناديل مبلوله، خضار، مناديل مبلوله، وهكذا وهكذا وهكذا، واقفل العلب. وقبل ما المناديل تكون نشفت كل يومين تقريبا بغير المناديل دي، هتقعد عندكم حوالي 15 يوم مش هجرالها اي حاجه. الخضره الاكل اللي بيتشال في الفريزر ده سؤال تاني. الاكل اللي بيتشال في الفريزر يا جماعه احنا اتفقنا كل اللحوم المتبله اللي جاهزه للشوي او القلي او كل الكلام ده، يعني البانيهات كلها مثلا معموله بالبيض والبقسماط بتتشال في الفريزر. اللحوم كلها اللي هنشويها و يعني تبلناها وهنطلعها نشويها بتتشال في الفريزر. كل الصواني بتاعه البشاميل، الكوسه البشاميل واللازانيا والمكرونه وكل الكلام ده بيتشال في الفريزر عادي جدا. الفطاير كلها، في حلقه فطاير جايه ان شاء الله عن الفطير بتاعنا بتاع الشارع ده اللي احنا بناكله بالسجق وبالفطير اسكندريه معروف. هنعمل حلقه ان شاء الله. الفطاير اللي هي بالجلاش والكلام ده كله بتتشال في الفريزر. ايه تاني؟ الخضروات كلها بتتشال في الفريزر، العجاين كلها بتتشال في الفريزر. يعني احنا معظم الحاجات عندنا الحقيقه بتتشال في الفريزر، ما عدا المكرونه العاديه وما عدا الرز، يعني اي حاجه تانية بتتشال في الفريزر مفيش اي مشكله خالص. تعالوا نعمل بقى السوربيه بتاع البرتقال. طيب بدل عصير البرتقال حطوا عصير اي حاجه في الدنيا، يعني انا عملت دلوقتي عصير برتقال وشويه سكر ومعايا رشة ملح، يعني ذرة بقى مش رشة، يعني أقل من الرشة، ذرة ملح أهي بصوا ذرة وشوية سكر. هقلبهم مع بعض، هحطهم على حاجة تكون مسطحة، هدخلهم الفريزر كل شوية، هطلعهم من الفريزر أقلبهم بالشوكة وأدخلهم تاني، أقلبهم بالشوكة وأدخلهم تاني لحد ما أضمن إن هي بقت متفتفتة خالص. العصير ده بدلوه باي عصير تاني يطلع سوربيه الحاجه اللي انتوا هتحطوها، فراوله، مانجا، خوخ، بطيخ، توت، اي حاجه. الفرن لسه بلاش توتر لسه، اوكي اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله خالص. تعالوا بقى ايه، احنا حطينا هنا عصير البرتقال وحطينا عليه رشه الملح، حطينا عليه السكر، دي حاجات بنعملها في البيت بدل الحاجات اللي بنجيبها من المول ومن السوبر ماركت للولاد وما احناش عارفين معموله بايه ولا داخل فيها ايه صناعي ولا الكلام ده خالص. حاجات يعني سهله وبسيطه جدا. هوريكم شكله دلوقتي اللي احنا مجهزينه، لان طبعا هو بياخد عدد من الساعات جوه الفريزر. ايوه ده الحلو بقى اللي بيتعمل في الفريزر اهو، بس خلاص الموضوع خلص والله العظيم، حاجة يعني مفيش أسهل من كده. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أيوه أنا بجيب الطبق. يلا بينا. هاخد بقى أي طبق يكون غويط، أي صينية تكون غويطة، أي حاجة أنتوا عايزينها مفيش مشكلة، بس تكون غويطة وكبيرة عشان أنا مش عايزة طبقة كبيرة من العصير. هوريكم المقدار اللي إحنا عايزينه بس كده، مش هستخدم مقدار اكتر من كده. ده هيخش الفريزر بعد ما ترجعوا من الفاصل، اوريكم اللي احنا اصلا كنا عاملينه وتشوفوا شكله بقى عامل ازاي. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا بقى السوربيه عامل ازاي، اللي هو عارفين السوربيه ده اللي هو الجرانيتا اهو، بصوا. طيب بدل عصير البرتقال اللي احنا حطيناه مع شويه السكر وبعدين حطيناه في حاجه زي ما انتم شايفين كده الارتفاع بتاعها مش كبير، وقعدنا كل نص ساعه ساعه نخش بالشوكه ونفرفطه من بعضه ونفرده تاني وهو متفرفط، وهكذا 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 وهكذا. بدل البرتقال ممكن احط اي عصير انا عايزاه، او احط شربات، شربات ورد، شربات فراوله، شربات ايا كان، واحطه واعمل فيه نفس الحكايه دي، يطلع لي جرانيتا تحفه وطول الصيف الولاد يقعدوا ياكلوا منها ما يشبعوش اهو. كل يوم بالليل واحنا قاعدين كده بنتفرج بقى على المسلسلات والتوك شوز نعملها وكل شويه كده واحنا قايمين نشرب ميه ولا نجيب حاجه من التلاجة نقوم مطلعينها مفرفطينها بالشوكه ومدخلينها تاني على الصبح. هتلاقوا خلاص هي، بس معلومه مهمه يعني، طالما ان هي جمدت على الفرفطه دي عمرها ما هتمسك في بعضها تاني، عشان بس ما حدش يخاف ان هو يسيبها، لا خلاص طالما هي جمدت على الفرفطه دي هتفضل بقى كده في التلاجة كذا يوم، في الفريزر كذا يوم، مش هيجرى لها اي حاجه اهو. وتلحقوا تصوروها عشان هي من الاضاءه عندنا هنا هتنصهر، فقبل ما تنصهر تاخدوها وهي تلج كده. انا بقى ادوق دي اهو، شوف ايه الاخبار. تحفه، فريش كده، برتقان مزز، انا بحب حاجات المززه قوي، حلو قوي، مش هاكل حد منه نو. انا هسيب دول ورا واتسلى عليهم كل شويه، والله العظيم طعمهم حلو جدا، مش قادره اكمل الحلقه في الاكل فعلا، والله العظيم حلوين قوي هايلين. اوكي، ممكن بقى نعمل ميكس لما نيجي نقدم، يعني مثلا اعمل بطيخ وبرتقان ونعناع مثلا واحطهم بقى كده طبقات. اولا شكلهم هيبقى حلو جدا وملون وطعمهم هيبقى حلو قوي، بس حطوا حاجات لايقه على بعضها. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكوكيز النهارده. اللذيذ في الموضوع ان احنا هنعمل كوكيز بثلاث مقادير بس، بياض بيض عليه رشه ملح، طبعا رشه الملح مش محسوبه في المقادير، وعليه سكر، بندق. البندق بقى ممكن نغيره باي حاجه تانية، يعني نحط بدل البندق لوز مجروش، فستق، اي نوع مكسرات انتوا عايزينه، او اسمه ايه، فول سوداني. انا شخصيا من هواة الفول السوداني. بياض البيض، عليه رشه الملح، اما يبدا يبقى فومي كده ومش ماسك نفسه سايب، ابتدي انزل السكر واحده واحده وانا بضرب. اول بقى ما يبقى فومي وماسك نفسه كده نوقف ضرب. ناخد البندق بحذر بقى شديد عشان ما ننزلش الهواء اللي انا دخلته في البياض، وما ننزلش البندق مره واحده برضو عشان ما ننزلش الهواء، واحده واحده كده تحت لفوق كده. صاج عليه ورقة زبدة، فرن درجة حرارته 200 220، مش عايزاه ياخد وقت جوه الفرن. هو لو هياخد ده حقيقة، هو لو احنا هنحطه على 150 هياخد 30 دقيقة تقريبا، وده بيبقى الهدف منه ان المرنج او بياض البيض يبقى مقرمش من بره وطري جدا من جوه. ده لو احنا عايزين ناخد النتيجه دي هنحطه على درجه حراره 150 زي البافلوفا بالظبط كده. واحنا عايزين نعمل بافلوفا مره على فكره لما الستروبري تنزل بقى، عشان بتبقى حلوه قوي بيها اهو. يبقى هنحطه على درجه حراره 150 لمده نص ساعه عشان ناخد زي ما قلت لكم النتيجه اللي هي ايه، من بره المرنج بيقرمش ومن جوه طري جدا، مع بقى طبعا شويه القرمشه بتوع البندق. كده. ندخل الفرن واوريكم لما يطلع من الفرن هيبقى شكله ايه. ندخل ده الفرن ونروح نشوف اللي احنا اصلا عاملينه شكله ازاي. بصوا شكله ايه من جوه. بصوا طري جدا ولذيذ جدا جدا جدا. تعالوا ندوقه. لذيذ جدا. انا احب الحاجات دي، ما احبش الاكل الاكل. احب انا الحاجات دي. لطيف جدا. غيروا بقى كل مره اعملوا بحاجه، المره دي بالبندق، المره دي بحاجه تانية، وهكذا وهكذا وهكذا. عندنا وقت نجاوب على الاسئله ولا هنطلع فاصل؟ مش معنى المره دي يعني. ماشي. سلطه الرنجه بالطحينه هكملها بقى بعد ما اخلص عشان الموضوع كده بقى صعب. بنجيب الرنجه من عند الراجل بتاع الفسخاني فيليه، او من السوبر ماركت في برطمانات فيليه، او ساعات بتبقى موجوده في السوبر ماركت كمان كده في اكياس فاكيومد، او هجيب الرنجايه عادي خالص على النار اطقطقها زي ما بنقول، يعني امشيها على النار من بعيد كده. هنلاقي فجاه الجلد اتطقطق وساب اللحم. ناخد بعد كده اللحم ده، نرمي الجلد ونرمي الشوك، نقطعها صغير. لا ممكن في طريقه رضوى بتسالني ممكن نحطها في ميه سخنه بتغلي ون ممكن طبعا، بس دي بتبقى طعمها احلى كتير. عيبها الوحيد ان هي بتزود نسبه الملح اللي في الرنجه، يعني الملوحه بتاعتها، لكن طعمها بيبقى احلى كتير. لكن لو عايزين تسلقوها وتقشروها مفيش مشكله خالص. المهم هناخد الرنجه دي مكعبات، هناخد عليها طماطم كتير وبصل احمر متقطعين شرايح رفيعه جدا، هناخد بقى عليها عصير ليمون، خل ابيض، ملح وفلفل، ملح يعني شعره، وكمون، شطه، طحينه، ميه، ونقلب كل ده مع بعضه لحد ما يبقى عندي قوام متوسط، لا هي سايبه قوي ولا هي ماسكه نفسها قوي. نحطها في التلاجة شويه ونقدمها. ايه تاني؟ طريقه تسويه الرز. تسويه الرز سهله بس لازم نعرف الطريقه بالظبط ازاي. الرز المصري بياخد كوبايه من السائل السخن، ميه، شوربه، لبن، حسب انا هسوي بايه. الرز البسمتي بياخد كوبايتين من السائل السخن. الكوبايه من الرز سواء المصري او البسمتي بتاخد معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من الزبده او الزيت او الاتنين على بعض. دي المقادير. اسخن الحله، احط فيها الماده الدهنيه بتاعتي، انزل عليها الرز تشويحه واحده، انزل عليه السائل السخن، اخد غلوه على نار عاليه، اغطي، اخد غلوه تانية على نار عاليه، اوطي خالص واسيبه. بعد ما اوطي احسب على الساعه، من ربع ساعه لتلت ساعه حسب كميه الرز، هيطلع عندنا احلى رز. فاصل ونرجع عشان نجاوب على بقيه الاسئله وافكركم احنا عملنا ايه مع بعض النهارده. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا عملنا ايه بقى؟ احنا عملنا حاجات لذيذه جدا النهارده، لازم تجربوها كلكم في البيت. عملنا كرات الطاقة، حطينا مش مجفف، تيم مجفف، قراصية مجففة، زبيب، حطينا بندق، وحطينا كل ده في الكبة وضربناهم مع بعض كويس جدا لحد ما قدرنا ان احنا نمسكهم ونشكلهم ونعملهم الكرات اللي انتوا شايفينها دي. الكوكيز عملناه ببياض البيض، حطينا عليه رشه الملح، نزلنا عليه السكر واحده واحده، سكر سنترفيش عادي مش بودره. بعد كده نزلنا عليه البندق المحمص المجروش ناعم، ضربناهم مع بعض كويس جدا، وبعدين دخلناهم الفرن وطلعوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكوكيز التانيه نطلعها بس من الفرن قبل ما ننساها، نسيبها تهدى خالص زي ما انتوا شايفين اللون كده خطير. عملنا كمان السوربيه بتاع البرتقان. جبنا البرتقان ادينا له رشه ملح خفيفه جدا وادينا له سكر حسب الرغبه، حطيناه على حاجه تكون ارتفاعها بسيط، وبعدين دخلناه الفريزر وكل نص ساعه بقينا نعمله كده بالشوكه لحد ما بقى زي الجرانيتا كده. بودنج الليمون حطينا كريمه حطينا عليها عصير الليمون وبشر الليمون وسكر، وبعدين سبناها لحد ما تهدى. اذا عوزتوا تحطوا لها شويه كريمه مخفوقه ماشي بعد ما تهدى خالص، واذا كنتوا عايزين تحطوا لها معلقه من النشا برضو اوكي. وممكن تعملوها بالكريمه المخفوقه من الاول خالص، يعني تجيبوا شويه كريمه مخفوقه وتحطوا عليها عصير الليمون وبشر الليمون وشويه من السكر البودره وتقلبوها مع بعض، تبقى برضو لطيفه جدا. يعني افكار كتير، وزي ما قلت لكم ممكن جدا طبعا ان انتوا تستبدلوا عصير الليمون وبشر الليمون باي طعم انتوا عايزينه تاني. عملنا الماكرونز بتاعه جوز الهند، جبنا كوبايه من الجوز الهند حطينا عليها نص كوبايه من اللبن المكثف المحلى. انا اتلخبطت في الاول وقلت لكم نفس المقدار، لا اللبن المكثف المحلى نص مقدار جوز الهند. حطيناهم على بعض، حطينا عليهم الفانيليا، قلبناهم كويس جدا، بعدين شكلناهم في الصاج ودخلناهم الفرن وطلعوا حاجه تجنن، طعمها يهبل. طيب ايه تاني؟ ممكن على فكره كمان تعملوهم صينيه وتقطعوهم. طيب عندي سؤال عن بديل دبس الرمان. الحقيقه ان دبس الرمان ملوش بديل، يعني هو احنا عندنا دبس التمر هندي، وعندنا دبس التمر اللي هو البلح، وعندنا دبس دبس التمر ايه، ودبس ايوه ودبس الرمان هو الاساس السؤال. فبديل ليه هيبقى طعم تاني خالص، يعني مفيش بديل ليه عشان نبقى صراحه. لكن هو استخداماته ايه؟ احنا بنستخدمه في التتبيلات بتاعه السلطه بيبقى حلو جدا، بنستخدمه في التتبيلات بتاعه الشوي بيبقى هايل، وبنستخدمه في السجق والكبده اللي بيتعملوا بدبس الرمان. يعني ده عاده استخدامات دبس الرمان عندنا، لكن بديل ليه لا صراحه صعب. صوص الترياكي استخداماته ايه؟ صوص الترياكي بنستخدمه في برضو التتبيلات بتاعة اللحوم والشوي، بنستخدمه في الأكل الصيني بشكل كبير جدا، بنستخدمه مع السوشي طبعا. لكن بقى صوص الترياكي ممكن استبداله بشوية من الصويا صوص، وحط عليهم معلقة من العسل الأبيض وشوية سمسم، مش قوي قوي نفس الطعم لكن قريب منه، لكن دبس التمر صريح كده ما ينفعش استبداله. سؤال عن الكبده الاسكندراني. انا بجيب الكبده متقطعه شرايح رفيعه جدا، بحط في الكبه شويه من الطحينه، فلفل رومي وفلفل حامي، توم كتير، ملح وفلفل، بحط كمون، ليمون، خل ابيض، احط دول كلهم في الكبه اضربهم كويس جدا، واخد معلقتين من دول احطهم على الكبده واسيبها تتبل شويه، وبعدين على نار عاليه جدا ووك فيها معلقه من الزيت انزلهم كده واقلبهم بسرعه 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 لحد ما يستووا، واسيب فيها شويه جوسز ما تنشفوهاش قوي. بقيه الطحينه باخدها واحط عليها شويه ميه واقدمها كسلطه طحينه جنب الكبده، بتبقى لطيفه جدا، طريقه مختلفه عن الطريقه التقليديه بس هتعجبكم جدا انا متاكده. رز السمك. رز السمك عندي طبعا الرز الاحمر وعندي الرز البني. الرز الاحمر بجيب فص ثوم، طماطم مبشوره، صلصه طماطم، سكر وملح وزيت، اقلبهم على النار، انزل عليهم الرز، انزل عليهم الميه واسوي. ممكن جدا احط معاهم شويه جمبري. الصوص التاني او الرز التاني البني، بجيب البصلايه بعملها لدرجه انها تبقى مع شويه زيت بني غامق من غير ما تتحرق، احط عليها معلقه السكر وانزل عليهم الميه، اغلي الميه كويس جدا وبعدين اسقط الرز وبعدين اسوي التسويه العاديه، وممكن احط عليها جمبري. التوميه. التوميه ليها كذا طريقه، هقول لكم الطريقه يعني التقليديه بتاعتها. بجيب بياض البيض مع رشه الملح زي ما عملنا في الكوكيز كده، واعملهم كويس جدا لحد ما يبقوا مرنج من غير سكر طبعا. بعدين بنزل عليهم توم، التوم ده يكون مسلوق، يكون مشوي، يكون ني، زي ما انتوا عايزين، بس يكون مفروم ناعم كويس جدا جدا، انزله عليهم وبعدين بديها شويه من اللبن، بدوب فيهم شويه من النشا معمولين على النار خفاف جدا جدا، انزل بيهم واحده واحده واقلب. بعد كده بديها شويه من الزيت الزيتون برضو سرسوب كده واقلب. يبقى عندكم احلى توميه. ايه تاني؟ عندناش وقت؟ طيب اوكي، احنا عملنا مع بعض النهارده الانرجي بارز، عملنا البودنج بالليمون، عملنا الماكرونز بجوز الهند، وعملنا الكوكيز بالبندق، وعملنا السوربيه بتاع البرتقال. اتمنى تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. شوفوها على cbcsofra.com او على اميره في المطبخ على الفيسبوك، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.